أنا أحمد أخويا بعد رجوع أحمد المانع أخويا بعد رجوعه من المدرسة يمشي مقابل البيت أكو جماعة عندهم عرس يعني بالمنطقة فصار رمي عشوائي بالمنطقة فجت طلقة به وأدت إلى وفاته بعد ما يعني هو وقع بنفس الوقت فأخذت المستشفى وصلنا المستشفى اللي هناك فالمستشفى رادوا رابط طبي بعدين جت لحقنا مركز شرطة الوردية هنا اجى علينا اللي هناك المستشفى فقامت إجراءات الأمنية وعرفوا السبب يعني ظاهرة الرمي العشوائي إرهاب مبطن خلينا نقول إرهاب ما مكشوف يعني ما نقدر نكشفه يعني وزارة بقتها وزارة الصحة كانت الإحصائية 6000 حالة وفاة بسبب الرمي العشوائي ناشد مجلس القضاء الأعلى بتفعيل قانون الرمي العشوائي ردع الرمي العشوائي ظاهرة الرمي العشوائي لا تدل على الحزن ولا على الفرح بالعكس هي تدل على الهمجية والتخلف وأيضا تهديد لأرواح المواطنين في المناسبات البارحة خميس وحالات الجرائم واضحة وانتهاك صارخ للقانون وسلطة القانون وسلطة الدولة وفي ظل استشراء السلاح المنفلت بدون تراخيص احنا نطالب بتفعيل دور القانون والقضاء للحد من هذه الظاهرة لأن الظاهرة جدا خطيرة وبدأت تهدد أرواح المواطنين الطفلة قبل فترة تعرضت لإصابة في الرأس تسببت في شلل نصفي لهذه الطفلة التي يعني خسرت مستقبلها وحياتها بسبب الرمي العشوائي الطاش. هاي مسألة خطرة جدا تنبع من مشكلة حقيقية العدالة الاجتماعية تتحقق بوجود قوانين رادعة بوجود قوة أمنية أو بتطبيق القانون أو بتطبيق النظام حقيقة هاي المسائل هي خطرة جدا على المجتمع وهي ظاهرة انتهت بسبعينيات القرن الماضي من في بعض البلدان هاي المشكلة متجذرة حقيقة نتيجة ضعف الدولة ونتيجة عدم تطبيق النظام حقيقة يكون مثل شعبي عندنا يقول من أمن العقاب ساء الأدب احنا ما عندنا فد إمكانيات أو ما عندنا فد يعني منظومة ردع حقيقية تحجم أو توقف هكذا مسائل مهمة أو خطرة بالمجتمع